من البنوك والمؤسسات التجارية والإسلامية لتغطية احتياجات الشركة. الشركة واعدة، جميع الشركات الإنشائية واعدة، هذا أولا. ثانيا هي تقدم مهمة كثير، يعني خدمة كثير ممتازة للاقتصاد الفلسطيني من خلال المساهمة في توفير مادة الإسمنت اللي هي مادة ضرورية لقطاع الإنشاءات ككل. فبالتالي الإسمنت وشركة سند بيعتبر إن شاء الله سند لقطاع الموارد للإنشاءات ولقطاع العقار بشكل عام ولقطاع الإسكان بشكل عام. نريد كمان أنه مجموعة من الشركات القوية اللي في محفظة الصندوق نريد أنه ندرجها بالتدريج في السوق المالي الفلسطيني حتى نغني هذا السوق ونعطيه دفعة للأمام حتى يكون في متناول المساهم العادي الصغير وليس فقط الكبير من ناحية، ومن ناحية ثانية حتى نستمر في تنمية الموارد لهي الشركات، لأنه هاي الشركات عندها برامج نمو وتوسع وإحنا بحاجة إلى مزيد من الأموال، وبالتالي نريد مساهمة إضافية من صغار المستثمرين وكبار المستثمرين. اليوم احنا فخورين طبعا انه بورصة فلسطين اللي اثبتت على مدى ال20 سنة اللي فاتت انه يعني ادائها العام كان جيد، نريد ان نضيف لها اضافة نوعية من خلال ادراج شركة سند اللي هي معروفة بادائها المتميز على مدى 20 سنة، وبالتالي نتأمل انه هذا ستكون لها اثر ايجابي كبير على بورصة فلسطين. 51 مليون دولار، أما في عام 2021 راح يصير حجم الموجودات 217 مليون دولار.